أنا اسمي سهيلة وعندي 6 سنين وفي جروب سكراتش 4، ودلوقتي هشرح لكم أول حاجة طريقة اللعبة دلوقتي حالا. أول ما هنبقى يبقى دي ونكليك أول ما نطلع على العلم الأخضر سويتش باك دروب تو خريطة العالم، يعني يجيب صورة بتاعت خريطة العالم و start sound recorder 1، النهاية تجيب لي صوت البخاخة forever، النهاية تعمل ايه؟ النهاية تكرر اللي انا هديهوله point towards mouse pointer، ان هي تتحرك ورا الماوس، البخاخة تتحرك ورا الماوس move 20 اللي هي تحركها 20 خطوة، next custom تخليها تغير شكلها، wait تستنى يعني تهدى شوية، if on edge تعمل ما تخرجش بره ال edge اللي هو الإطار، when space إن إحنا ندوس على المسطرة. switch back drop to كوكب بقى، يعني هي بس بتاعت كوكب، ان هنجيب صورة الكوكب كوكب الارض، واخر حاجة بقى play sound recorder 2 ان هي ايه تعمل صوت هي وانت سامع كورونا دي كورونا بقى كورونا ونكليك يعني ندوس على العلم الاخضر تيكت شو ظهرت يعني تفضل الزهرة يعني تفضل متجايبة جو تو راندوم بوزيشن انها تمشي في مكان عشوائي ريبيت انتل تاتشينج البخاخة ان هي اول ما تلمس البخاخة تمشي 10 خطوات وما تخرجش بره الاطار اللي هو الاتش، بعد كده تختفي ما كنتش موجودة.
القصة بقى. القصة اللي هي بتاخد أربع دقايق دي؟ لا استنى تعالي القصة. أنا وصادق يوم طويلة اتفرجوا معايا على القصة بتاعتي. القصة طبعا أولها صوت وآخرها مش صوت، كلام كتابة يعني ورسائل. ده اعتذر للمعلم والوقت والوقت هشرح لكم الاكواد بتاعتها. اول حاجه ونكليك ندوس على العلم الاخضر تشغل المشروع. سويتش باك دروب تو 1 تجيب الخلفية الأولى اللي هي خرج المدرسة. سيت اكس تو 138 انها تقف على قد ما انا محددها، يعني انا محددها فين هخليه يقف ايا كان انا محدده. شو ظهر يعني يكون شايفينه. بلاي ساوند صادق، صوت صادق. ريبيت 10 جواها ايه؟ موف سالب 10 ستيبس، ان تمشي 10 سالب 10 خطوات يعني ناقص 10 خطوات. وهي ماشيه بسرعه بخليها تهدى، تعمل ويت 0.1 سكند. اف اون ايج ما تخرجش بره الايد، يعني يقف عند الباب بس. هايد يختفي، التاني هو بس واحد تاني شكل تاني. هو للتاني بقى. سويتش باك دروب تو اتنين طبعا ان هي تظهر تظهر الخفية اللي بعدها دي، هي الخلفية دي بقى. أنا مصادر اللي فيها داخل المدرسة. كان واقف قدام جيب بعد كده نخليه يقف على 106 اللي هي 6x2 175، يقف على قد ما انا محدده نفسها محدده زي هي طبعا. شو ظهر بقى التاني لو هو بس وحدي. سي وصلت مبكرا ولم يصل احد 4-2 سكند، اللي هو يتكلم ويقول انا وصلت في الوقت المناسب اللي هو بدري ومحدش وصل. ثانيتين وهايد، بعدها ثانيتين هايد بقى اختفي.
التاني بقى اللي كان بنقول اللي كنا بنقول عليه بقى هو المختفي. تمام، ده بقى الكود بتاعه فين؟ التاني بقى الكود بتاعه اهو، وان كيف كيف ليه بودكاست انا مصادق يلا بينا اتفرجوا معايا. بودكاست الرساله اللي وصلت على الرساله اللي وصلت له. شو بقى انه يختفي؟ شو يختفي؟ شو يظهر قصدي؟ ست اكس 2 سالب 196 اللي هو يقف على قد محددة، اللي هو التاني ساي يبدو أن رسالة، مش لازم تقرأ الرسالة، رسالة اللي هي 4 seconds بعدها 4 seconds which switch back drop 2-3 ان هي خلفية وخلفية بقى التالتة اللي هي بتاعت الجنينة اللي هو هيقف هيقعد على اللي هي الحجر. نيكست كاستم يغير شكله وخمس دقايق يستنى 5 دقايق رسالة ست دقايق ست ثواني. نيكست كاستم يغير شكله جو تو اكس 173 واي 8 يمشي كده. هايد يختفي. سويتش باك دروب تو جاردن زي ما انا قلت ان هو خلفية الجاردن. شو ظهر رسالة ماشي دي اخر حاجه. سويتش بنك دروب تو المعلم كلام المعلم سي الرساله 4 دقايق. تمام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.